ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أشجع عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سوى. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. عن ابن هريرة رضي الله عنه قال: بال إعرابي في المسجد، فقام الناس إليه يقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجل من ماء أو ذنوب من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الرفق يحرم الخير كله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ عسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وانتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم لله تعالى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل.